يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه ما ورد في بعض ألفاظ الحديث قد أفلح وأبيه إن صدق؟ هذا أجبنا عليه فيما سبق، قلنا هذا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن هذا كان قبل النسخ، لأنهم كانوا في الأول يحلفون بغير الله ثم نسخ ذلك، يكون هذا مما كان قبل النسخ. والجواب الثاني أن هذا لا يقصد به اليمين، هذا ما يجري على اللسان صورته صورة اليمين وهو لا يقصد. الله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتم عقده. في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. المدار على النية في هذا. نعم، إن قصد به اليمين صار يمينا، وإن لم يقصد فهو لفظ يجري على اللسان وليس بيمين. نعم.